هسيبكم مع تقرير مهم قوي، ارجوكم تتفرجوا على التقرير ده. ليه بقى؟ التقرير ده من سجن برج العرب، ده السجن اللي موجود فيه مرسي. بيتكلم عن الاجراءات الامنيه والسجن من جوه، الكاميرا يوم بيوم دخلت في قلب هذا السجن. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير. لم يكن دخوله هنا استثناء، فالرجل الذي يكمل 12 عاما في هذا المكان شرف على الحصول على درجة الدكتوراه في القانون. محمد سيقضي 8 أعوام أخرى هنا في سجن برج العرب كعقوبة في قضية تزوير بأوراق رسمية. ها هو الآن يمضي في طريق يقول إنه سيحسن من صورته كأب لطفلين لم يرهما منذ أكثر من عقد. مصلحة السجون نفسها من الإدارة نفسها جابت لي بعض المراجع وجابت لي كتب، جابت لي كتب اللي انا عايزها. وبعدين هنا في السجن هنا وفروا لي المكان كويس، ووفروا لي المكان المناسب اللي اقدر يعني اذاكر فيه وكده. يعني انا بحسن صورتي، بحاول احسن وضع نفسي في المجتمع. اذا كنت اخطات فانا اعمل ايه اكتر من كده؟ انا بحاول احسن صورتي، بحاول اصلح. ورساله الدكتوراه ديت اعتقد ان فيها يعني جزء كبير انه يساعد في تطوير السجون ويساعد في تطوير المنظومة العقابية كلها، لأننا ما بتكلمش عن السجون بس. محمد هو واحد من 12 ألف نزيل يستوعبهم هذا السجن، أكبر سجون مصر مساحة وعددا وحراسة. في أحد هذه الزنازين يقضي الرئيس الأسبق محمد مرسي فترة عقوبته تنفيذا لأحكام قضائية. يفرق المسؤولون هنا في مصلحة السجون في أوقات التريض بين السجناء الجنائيين وغيرهم من السياسيين. في ساعات النهار يقضي النزلاء أوقاتهم في ساحات السجن المختلفة، بعضهم يفضل لعب الكرة في مسابقة تشارك فيها عنابر السجن 25. نطلع يوم ويوم، فريق من العنبر مثلا واحد لعنبر اثنين بيلعبوا بعض، وبعد كده في نهاية الأسبوع بتجمع الدورة كلها مجموعة، كل 5 عنابر بتبقى اسمها مجموعة بيلعبوا بعضينا. ده بتفكروا في ايه هنا كمسؤولين؟ الواحد ما يفكرش في حاجة وحشة، فكر في حاجة تفيده بس، يشيل هموم من عليه بتاع. وبينما يمارس هؤلاء هواياتهم في ورش السجن المختلفة، يظل هذا الرجل الذي يكمل عقوبة المؤبد في قضية قتل يمارس ما أحبه خارج أسوار السجن ويستعيد ذكرياته داخله. أنا الحمد لله مستريح ماديا، بقدر أعيش كويس، باكل كويس، أفضل من ناس تانية برضه ما بتشتغلش. يعني ممكن واحد مش متعلم صنعة ممكن زوجته تبقى ضيقة عليه شوية، غير واحد صنايعي بيشتغل في السجن بيقبض. المستشفى هنا جزء من السجن. في مثل هذه الزنازين الطبية يقضي الرئيس المعزول محمد مرسي بعضا من أيامه. في سجن برج العرب كما في غيره قليل من الحياة حتى وإن توافرت سبلها، وكثير من الذكريات والشوق والأمل في حرية بمنأى عن أسواره. أنشطة وهوايات وحرف لا تفرق بين ما هو سياسي وجنائي، لكن الفرق ما بين هنا وهنا لا يدركه إلا من هو داخل أسوار هذا السجن. من منطقة سجون برج العرب، همام مجاهد، تلفزيون النهار.